السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة وأحوال طيبة. نهار جديد، فيديو جديد. جيت اليوم نقدم لكم مربى التين وكي كنقولوا كونفيتور ديال كرموس، ونعطيكم نبدا عليه. المربى بصفة عامة هو نوع من أنواع المنتوجات الغذائية اللي كيتم الصنع ديالو بشكل أساسي من أحد أنواع الفواكه والسكر. ومعروف السكر كيقوم بالدور ديالو، هو كيقوم بحفظ الفاكهة، وبالنسبة للنكهة كتبقى اختيارية وعلى حسب الذوق واللي متوفر عندنا في البيت. المربى من الأغذية ذات القيمة الغذائية العالية، وكينصح تناول ديالو النساء الحوامل والرياضيين والمصابين بفقر الدم، وكيقيم العديد من الأمراض مثل أمراض السكر وتصلب الشرايين والتهابات المفاصل والرمال البولية. هذه هي النبذة على التين، نخليكم مع الطريقة والمقادير. بركة الله، نبقاو مع المقادير. عندنا كيلو ما كاملش ديال الكرموس، ندير انا غير كونتي تقليله. عندي جوج حامضات صغيرين عصرتهم، وعندي هنا هاد السليفه الصغيره ديال سنيده، وواحد ساشي ديال فاني. نخليكم مع الطريقه. بالنسبه للطريقه، من بعد ما نقيته قطعته دي ترونش صغار، كنزيد عليه. انا عصرت جوج حامضات صغار، ما غنديروش كامل، غنخلي واحد شويه. هاد الحامض هو اللي كيحافظ لنا على الكونفيتور، وغادي نزيد عليه هاد الزلافه ديال سنيده. هادو راه غير زليفات صغار ماشي زليفات كبار. واللي بغى يدير جوج كيلو ديال الكرموس يدير مع كيلو ديال سنيده، اللي ما كيبغيش حلو بزاف بزاف. وكنزيدو ساشي ديال فاني كي كتشوفوا معايا مع التحريك، ونخليوه مده ديال 3 سوايع حتى كيطلق لينا الماء مزيان. عاد ممكن نحطوه فوق نار هادئه مع التحريك، وانا كنحركو وبديت كنحس بيه كيطلق لي الماء. كي كتشوفوا انا نقرب لكم بول الكاميرا، وداك كيطلق لي الماء. كنحركو مزيان بالماء، كتقلي ديك سنيده الماء والكرموس تاعو كيتقليه. كيكون حسن ديال الزنقه، ديال الزنقه كيكونوا فيه مواد حافظه، ومن الاحسن يكون داكشي طبيعي. غير هو خاصو يكون منين وجد لينا نديروه في قرعه محكمه الغلق. من بعد ما خليته مده ديال 3 ديال السوايع، كي كتشوفوا معايا شوفوا كيتلق ليا الماء، الا لاحظتوا من فوق كنحرك الطنجره كيتحرك معايا. غنزيدو 10 ديال الحبات القرنفل، القرنفل ما كنديروش من الاول حتى كنبغيو نحطو فوق نار هادئه، وكي سبقت وذكرت مع التحريك. كي كتشوفوا معايا ها هو طابلي، خليته فوق نار هادئه، وكل شويه كنطلع عليه وكنحركو. واللي ما كيبغيش دوك الطريفات محمصين ياخذ هذيك اللي كنبغجو بها بطاطا ويبغجو، اللي كيبغي هليس ما كيبغيش دوك الطريفات. وكنبقاو مع التحريك حتى كيبدا ينشف لينا شويه، كنحسو به يتعلق، عاد كنطفيو عليه ونخليوه يبرد مده ديال ساعتين. هيا هذه هي النتيجه النهائيه. هذا من بعد ما طاب لي الكرموس ديالي كيجي على هذا الشكل. كنتمنى انكم تجربوه، حيت انا متاكده 100% الا جربتوه غيولي معتمد عندكم. وكيسبق وذكرت حسن من الكونفيتور ديال الزنقه 100 فوا. وكتبقى شي حاجه صوبتيها في دارك وشفتيها بعينيك وعرفتيها فاش طابت وشنو درتي فيها. وبالصحه والراحه، والى فيديو قادم ان شاء الله.